في مبادرة لاقت استحسان الجميع، أضحى عشاق ومحبي الأغنية الشعبية ببلدية الأربعاء في البليدة يحرصون على حضور سهرات فنية شعبية مع نهاية كل أسبوع. الشعب تاع الأربعاء هذا الله يبارك، دواق دواق الأغنية الشعبية الأصيلة، يعطيهم الصحة على كل حال. استقاموا بنا فهم كيفاش، وصرحبوا بنا هنايا، وراهي الصالة راهي أرشيكم كما احنا نقولوا، راهي معمر الله يبارك بالناس دواقين. دار الشباب بالأربعاء أصبحت محجاً لمحبي وعشاق هذه الأغنية والكلام النظيف للاستمتاع بما يقدمه هؤلاء. السهرات هنا في الأربعاء راهي لاباس، حيونا الشعب تاع زمان على كل حال، حاجة مليحة يحيوا أمور كما هادو في مدينة الأربعاء. هي توليفة للشعب جمعت فرقا موسيقية من مختلف ولايات الوطن لتكون اختزالا لفن جمع حناجر هؤلاء.